بفهم انت ليش ما فيكي تعطيني رقم غرفته، شو رح يصير يعني؟ بس طيب. انا كنت عم بسأل على رقم غرفتك وما عم تعطيني اياه. شبك مو شايفه حالك قديش متوتره؟ ضروري اشرح لك كيف لازم تتصرفي بين الناس. بدي فتش بشنتيك هلا، افتح لي القفل. انت معالجه ولا شرطيه تنابورة؟ شو اللي عم تعمليه؟ اسمي الدكتوره ناغراجا، مفهوم حكي؟ لا تحاول تغير الموضوع. يلا روقي روقي،